وتحية عامرة بالمحبة، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في هذه الأمسية المسائية من برنامجكم من عمان. في هذه المحطة نتحدث عن تصدير أول شحنة من السلطنة بنظام تير من المواد الغذائية للمملكة العربية السعودية. تفاصيل هذا النجاح برفقة ضيفنا الكريم عبر الاتصال المرئي مشاهدين، ينضم معنا مدير عام الخدمات المشتركة بسنيار الأستاذ محمد بن سالم الغافري. مساء الخير أستاذ محمد، وحياك الله في برنامج من عمان. مساء النور أختي بيان، ومساء الخير للجميع. نحن بعد ما نبارك لكم نجاحكم أيضا بتصدير أول شحنة بنظام تير، نريد أن نتحدث عن معنى نظام تير وأهميته. نعم، طبعا نظام النقل البري الدولي أو ما يعرف اختصارا بالتير هو نظام عبور جمركي يسمح للبضائع بالمرور من بلد المنشأ إلى بلد المقصد في حاويات خاصة يتم إغلاقها من قبل الجمارك في بلد المنشأ، وبالتالي لا يتم فتحها مرة أخرى في الحدود إلا عند الوصول إلى بلد المقصد. يعني باختصار أنت ما راح تفتش في الحدود، وأيضا ما راح تدفع رسوم جمركية إضافية وأنت تمر على الحدود. نعم، يعني هناك استفادة مجنية من تطبيق هذا النظام، نتحدث عن هذه الاستفادة. نعم، طبعا هذا التطبيق يطبق منذ فترات طويلة في الدول، أكثر من 100 دولة حتى الآن انضمت إلى هذا التطبيق. نعم. احنا قمنا بأول رحلة هذا الأسبوع الحمد لله تعالى وتكللت بالنجاح، كانت الرحلة من عمان إلى السعودية لشركة الأيادي الفضية وهي شركة صغيرة متوسطة كانت تنقل بضائع لشركة أريج للزيوت النباتية. طبعا الرحلة كانت من عمان إلى السعودية، فالحمد لله يعني بعد قياس الوقت تم توفير حوالي 50% من الوقت في هذه الرحلة باستخدام هذا التطبيق، وأيضا تم توفير حوالي 30% من الرسوم الجمركية. طبعا فقط الرسوم الجمركية، احنا أيضا ما حسبنا الوقود اللي كان أيضا يستهلك أيضا إذا كان في مبيت في دول أو ما شابه، فكل هذه الأشياء أيضا أشياء إضافية احنا ما حسبناها، فقط الرسوم الجمركية بحدها 30%. أيضا تكاليف أخرى كالضمانات وغيره عند الحدود وفي الدول، كل هذه تم توفيرها. فالحمد لله الرحلة تكللت بالنجاح وفي مجال أيضا للتطوير. يعني تشجع الشركات العمانية اليوم للاستفادة من هذا النظام؟ نعم طبعا، كل الشركات المصنعة، الشركات المنتجة اللي تصدر بضاعتها إلى خارج البلد، وأيضا الشركات اللوجستية التي تقوم بتصدير بضائع راح تستفيد بشكل كبير جدا من هذا النظام. والنظام أيضا قابل للتطوير، احنا شغالين أيضا مع الجمارك، شغالين مع شركة أسياد، وشغالين مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، بحيث أيضا نتغلب على أي تحديات راح تواجهنا، وبالتالي أيضا نزيد من كمية الوفرة المالية من خلال تطبيق هذا النظام، وأيضا تقليل الجهد. احنا وصلنا اليوم يعني هذه المرة إلى 50%، وفي تحديات أنا أتوقع إذا تغلبنا على هذه التحديات ممكن نصل حتى إلى 80%. فمن أول رحلة احنا وصلنا إلى 50%، مع الوقت إن شاء الله نتأمل أن نصل إلى أكثر من هذه النسبة. نعم، طيب في الجانب الآخر أيضا، كيف ممكن أن تستفيد أيضا الشركات الراغبة في تصدير المنتجات الوطنية من هذا النظام؟ نعم، بكل سهولة بإمكانهم الدخول إلى موقع شركة سنيار. سنيار طبعا هي الهوية المشتركة بين شركة النقل الوطنية العمانية وشركة العبارات العمانية، فشركتين شركات حكومية تم دمجهم في مسمى سنيار، فيدخلوا الموقع موقع سنيار.org أو حتى يتواصلوا حسب عبر حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي أو مركز الاتصالات، أو يزوروا حتى مكتبنا في العذيبة. التسجيل جدا سهل، الشباب راح يساعدوهم على كل المراحل بحيث أن الموضوع يتم بسهولة. أول ما يتم تسجيل المؤسسة يظل التسجيل ساري لها لمدة سنتين،
وبأسعار رمزية جدا. يعني احنا متساهلين ومتساعدين جدا بحيث ان هذا النظام فعلا يحقق المردود والجدوى من وجوده. نعم، يعني اليوم ايضا من التحديات التي تواجه الشباب في تصدير الشحنات او استيرادها هو مسألة يعني النقل، باهظ الثمن في بعض القنوات. كيف تسعى الشركة من خلالكم ايضا في تجويد هذه الأنظمة، في ايجاد أنظمة جديدة في السلطنة، ايضا خطوط نقل جديدة تكون اقل كلفة واكثر جودة؟ نعم، احنا طبعا شغالين مع اغلب القطاعات من خلال مجموعة اسياد، اغلب الشركات نجلس معها، نستمع الى التحديات، نحاول نجد الحلول. هذا النظام راح يسهل بشكل كبير جدا الوقت، يعني الشاحنة اللي كانت مثلا تجلس يومين في هذه الرحلة الحين راح تجلس يوم واحد، يعني في الرحلة اذا توفير 50%، فممكن مرة ثانية تشتغل. فهذه قيمة مضافة ايضا اخرى من تطبيق هذا النظام. وفي أيضا أنظمة أخرى شغالين عليها إن شاء الله تعالى من خلال المجموعة، إن شاء الله راح ترى النور قريب بإذن الله تعالى، وإن شاء الله راح تساهم يعني في تعزيز الحركة اللوجستية في البلد وحركة الصناعة وتسهيل التجارة. نعم، كل التوفيق لكم، شاكرين لك وجودك اليوم في برنامج من عمان الحديث عن نجاح السلطنة في أول شحنة بنظام تير من السلطنة المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا مدير عام الخدمات المشتركة بسنيار محمد بن سالم الغافري، سعدنا جدا بك. ونتواصل معكم مشاهدينا الأحبة، وبإذن الله نذهب بكم إلى تقرير عن الموسوعة العمانية. متابعة طيبة لكم.